حاجات بتبقى لذوقي، في حاجات بحس انها مش قد قيمتنا، مش قد قيمه اسم مصر واسم المسرح المصري اللي حقق نجاحات كبيره جدا جدا. رايك يا فندم؟ نعم. حضرتك شايفه ناقص ايه للمسرح ان هو يتطور؟ ناقص ان احنا ندخل على موضوعات مهمة والمخرجين الكبار يشتغلوا، لان احنا الحقيقة سواء في المسرح او في السينما او حتى في التلفزيون في مخرجين كبار واساتذة كبار جدا عندهم خبرات فنية كبيرة وخبرات حياتية اصلا كبيرة، واحنا مش بنستغلها، مقعدينهم في البيت وبنعتمد على الشباب فقط. الشباب لازم ياخد فرص، لكن لازم يكون طول عمر كل الاجيال كانت بتبقى موجودة، فالمخرجين الكبار لازم يبقى ليهم عودة وتواجد، وهو ده اللي هيصلح مش حال المسرح بس، حال الفن كله، حال المحتوى ده، لانه النهارده احنا بنكرم الكاتب المصري بنحمل اسمه يعني، فهل ده ليه علاقه بتطوير ارض النهارده المهرجان بيحمل اسم الكاتب المصري، فهنا النهارده احنا بنستفيد من ده وبناخد خطوه نحو تطوير. شوف، هو الكاتب هو الاساس، يعني دايما نقول الورق السيناريو الكاتب هو ده بدايه المشروع، ما ينفعش تبني مشروع على يعني ما ينفعش تبني عماره على اساس ضعيف، هتتهد يعني مهما عملت فيها، فاحنا محتاجين اساس قوي، الاساس القوي هو الكتابة، لازم الكتاب الكبار برضو يرجعوا يشتغلوا. في أسماء كتير قاعدة في البيت، أنا مش عارفة ليه فجأة كده حصل فجوة وبقى في جيل خلاص قاعد في البيت وفي جيل طلع صغير وورش وحاجات كده في الكتابة. طب فين الكتاب الكبار؟ فين محمد جلال عبد القوي؟ فين محمد حلمي هلال؟ فين أسماء كتير يعني ممكن أفضل عدها؟ فين يسري الجندي؟ في أسماء كتير سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، بشير الديك، أسماء كتير. لو المخرجين الكبار والكتاب الكبار طلبنا منهم إن هم يرجعوا لنا بأعمال مهمة، حل الفن كله يتصلح. لكن أنا مستغربة الحقيقة الفجوة اللي حصلت، إن خلاص الجيل ده خلاص ودخلنا على جيل صغير. مش معترضة، بحب الجيل الصغير واشتغلت معهم وقدمت أعمال جميلة جدا، اشتغلت مع كاملة أبو ذكري، اشتغلت مع محمد سامي، اشتغلت مع أمير رمسيس، وفرحانة ونجاحات فظيعة وخدت جوائز في كل أعمالهم. بحب الجيل الجديد من المخرجين، بس كمان أنا زعلانة قوي على الجيل القديم اللي مش متواجد، لأن إحنا عندنا عمالقة، وبعدين راح مننا ناس كتير، راح مننا كبار كتير، نستغل الكبار اللي لازالوا موجودين بدل ما نرجع نندم ونقول ليه ما استغلناهوش، ده بقاله سنين كان قاعد في بيته. يعني انا معروض عليا الحقيقه مسرح، بس لان ممكن تشوفوني الله اعلم، بس انا لسه متردده، انا جبانه جدا في ان انا اقبل على المسرح من شده حبي واحترامي ليه.